فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الذين يأتون إلى الأضرحة يقولون إننا إذا أتينا إلى الضريح استجيب الدعاء، يقول كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ هذا استدراج والعياذ بالله، هذا استدراج، لا يجوز الاحتجاج بهذا، ما هو حصول المقصود، ما هو دليل على الجواز، حصول المقصود قد يكون استدراج من الله ولا هو دليل على جواز هذا الشيء. نعم.